اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقه جديده من حلقات هلا بالعرفج. احب بس اقول انه العرفج بدا الحقيقه يعني يتملكه الغرور بشكل كبير الحقيقه، وانا صراحه من وجعي والمي اشكي عليكم الحال، اشكي عليك الحال، تعرف اللون ذي. فالحقيقه وجب التنفيذ، واتمنى الحقيقه من محبيه ومريدي انهم يعني يناصحونه وانه يبدون يقصون عليه بعض الملفات حتى يعود لنا احمد الجميل المتواضع. تفضل دكتور. اول شيء يعني ما حرد على مطباتك اللفظيه هذه، لان هذه فخ ولا بقع فيه. بعدين هذه غيبة ملابسية، انك انت تفصل نفسك ولا تفصل اليتيم. المفروض بدأ مؤونة الشتاء بدأت، كل الجمعيات الخيرية بدأت توزع. اول شيء ترى هذا خفيف، هذا من فصل لي زيه لا. حتى لو لا شوف شفاف. انا عرضت عليك قبل فترة بما انه بدأت تنحف، فقلت لي اعطني اسبوعين حنزل 6 كيلو زيادة. فأنا على الوعد. خجل خليها 4 ثياب بدل 2. لا انا ناوي 6. كنت 6. طيب انا اختار الالوان، مو تختار تجبرني. لا ارجوك، لا موضوع اللبس تدخل. يعني خليني انا ادير الموضوع بدل ما استلم المشروع كامل. خلاص ابشر، ما دام تدفع انت ما في معنى. طيب ابشر، تامر امر يا دكتور. نروح اول خبر، صحيفه الوطن. عسير غادر الوزير فاختفت المعدات، نتابع. ما تزال عقليات بعض كبار التنفيذيين في الأجهزة الخدمية تتعامل مع زيارات المسؤولين إلى المناطق بحالة من الاستخفاف، آخرها ما تم رصده واقعا على الأرض في منطقة عسير خلال زيارة وزير النقل الدكتور جبار الصريصري لها قبل أيام. وطبقا لملاحظات الوطن وروايات سكان المنطقة، فقد سعى فرع الوزارة قبل بدء الزيارة بيوم أو يومين إلى نشر المعدات الثقيلة العامة بمشاريع الطرق على طول الشوارع التي سيسلكها الوزير خلال جولته. وما إن انتهت الزيارة حتى انسحبت المعدات أو سحبت من مواقعها. تفضل يا دكتور. الله يتفضل عليك. يعني يا صاحبي، أنا أعتقد أنه إحنا أحيانا، كنت في أمسية الشارقة مع الممثل الكبير أستاذنا راشد الشمراني، وكان يتكلم عن المسرح، فقلت أحيانا إحنا في السعودية ما نحتاج إلى مسرح، لأنه في بعض جوانب حياتنا فيها مسرح. من ضمن هذا الخبر، يعني إلى متى نظل هكذا شكليين؟ أنا كنت في أملج العام الماضي ولقيت لوحة وحجر أساس ميناء أملج من 1400 يمكن 25 أو 26، ولا الآن حجر الأساس كما هو. بس موجود الحجر؟ والله ما أدري. إذا الحجر موجود كويس يا أخي. يعني أنت بتشيل الحجر الأسود ولا لا؟ ما حيشال، ما هو محطوط كإدانة لمن وضع الحجر. إدانة لمن وضع الحجر، وإنه الميناء ما فتح. لا أنا بس أنا أقصد إنه النية موجودة. النية موجودة. ترى النية الأعمال. أي طبعا الأعمال بالنيات. طبعا دكتور. النية محلها القلب كما يقول العلماء، والتلفظ بها بدعة فما نتلفظ بها. مرة كنت في إحدى الجامعات نفس الشيء، كانوا يسوون حملة علاقات عامة، ودخلنا القسم الحاسب الآلي وجدنا كل الموظفين أجانب، فقالوا لا ما يمكن نطلع، فجابوا موظفين سعوديين لبسوهم شم وحطوهم على الأجهزة وصورنا وطلعنا على أنه الحاسب الآلي 100% اللي شغالين. هذا الموضوع يعني أعتقد هو ليس جديد، عندنا موضوعات كثيرة تلاحظ أنها تمشي في هذا. خذ مثلا زيارات المسؤولين، يعني تلاقي مثلا الأمير المنطقة لما يريد أن يذهب مع شارع تلاقيه منظف الشارع وكذا، وثاني يوم لا. نحن نريد حياتنا ما تكون تمثيلية بهذا الشكل. إنه هذه يعني هذه جريمة. شوف إنه الوزير جابوا المعدات وإنهم يشتغلون بعد ما راح الوزير انتهى كل شيء. إلى متى نستمر في هذه المسرحية؟ لذلك أنا أقول لك يعني نزاهة على أنها الله يرحم حالي وحالة. والله أنا بديت أدعي في صلاة النزاهة أن الله يفك الناس من شرها، لأنهم الحين بلشانين، زي عارف واحد جاي يصلح بين اثنين والضرب معهم، فصار بلشان بنفسه. فنزاهة بنفس الشيء. أعتقد لو أنه شكلت لجنة، وأنا أسميها لجنة متابعة المشاريع الوطنية، مني ومنك ومن الناس الأهالي المتطوعين يراقبون ما ينشر في الصحف، بعد كذا يتابعون المشروع. ترى عشرات، أنا أقول لك 60% من المشاريع اللي يعلن عنها ويعمل له الليل وزفة في الصحف، بعد الانتهاء خلاص ما حد يعقب عليها. طرق أحيانا، أنا أقول لك بعض الطرق في الجنوب ميزانيتها من 20 سنة ووضع حجر أساسها ما تم شيء، إلا إذا لك رأي ثاني. بس لا بالعكس أنا متفق معك. يعني ترى زي مشروعك الثوب حقك هذا، أنت قدام الناس والليل أنك بتفصل لي، لا فصلت ولا شيء. ترى النزاهة المفروض تحاكمك بعد أنت. خلاص قال لا تحاكمني. والله يا ما تخاف من النزاهة، يطلع كل ملفات. يا ما تخاف من النزاهة. طب أحط حجر أساس تبغى؟ لا تخاف من النزاهة ولا ما تخاف؟ قول الصح. والله لا أنا ما أخاف من النزاهة لسببين. أيوة. لأن أنا ما عندي ملفات فساد الحمد لله. الشيء الثاني أنا ما تخوف. ما تخوف حسن. ما عندهم عصا غليظة. أي. الله يقويهم، حنا يعني مع الهدف مع هذا، بس الطريقة حتى الآن لك عليها شوي.
نروح للخبر الثاني أيضا من الوطن. منذ عام الشورى يعطل مشروعا لتجريم الطائفية. نتابع. في الوقت الذي يعتزم فيه عدد من أعضاء مجلس الشورى التقدم بمشروع نظام لتجريم الممارسات الخارجة عن الإجماع الوطني، علمت الوطن أن هناك مشروعا مماثلا كان قد تقدم به عضو المجلس الدكتور عبد العزيز العطيشان منذ أكثر من عام لتجريم إذكاء الطائفية والقبلية والمناطقية في المجتمع السعودي، ويحمل اسم مشروع الوحدة الوطنية دون عرضه في الجلسة العامة إلى الآن. أقول لك، شوف، واحد يتصل على الهواء، هو عارف إني على الهواء، يتصل على الهواء. أوف لا جرب، أوف يا ما تصير. لا والله يبغى لهم تقريع، هؤلاء تقريع، عارف ما أنا تقريع، تمسكوا بمقرعة تقرعوا. نعم. قرع. جيب لهم حقة الميدان. طيب أشوف مشروع تجريم الطائفية. لا أنا شفت الحين بطولات في الصحف إنه فلان يطالب وفلان يطالب، ترى المشروع قديم جدا، ولا أحد يسوي لي بطولات من ورق ويقول لك أنا طلبت وأنا طلبت. المشروع منذ 9/11 بعد أحداث سبتمبر بدأت الأصوات تتعالى من كل الجهات إنه يجب تجريم الطائفية. اللي يهمني هنا إنه مجلس الشورى جزاه الله خير، ويعني جزاه الله عنا كل الخير، إنه لا يكتفي بإنه يعني سلبي، لا بل يعطل الأشياء التي يجب أن تمر. كما قال العطيشان، أنا أقول كلامه، العطيشان يقول بالحرف الواحد أنه لم يتجاوز فقط التأخير بل وصل إلى التعطيل. في فرق بين التأخير والتعطيل. التعطيل تكون أنت شيء ماسك معطل وما يتعدى، التأخير أنك تكون مهمل زي تفصيلك للثياب لي، هذا تأخير ما هو تعطيل، ما وصلنا مرحلة التعطيل. هو الشيخ الدكتور عطيشان بالحرف الواحد يقول دخلت دائرة التعطيل وليس التأخير. فأتمنى أنه فعلا يصدر قانون وحدة وطنية يجرم لا 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 يجرم كل من يقدح بالإجماع الوطني، خلينا نقول الإجماع الوطني سواء كان طائفي مناطقي كذا يعني، ومسارعة بمثل هالقرارات وعقوبات صارمة، لأن الناس ترى ما يردعها للقانون. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن كتاب بس يخوف الناس، لكن حتى تطبقه تحتاج إلى قانون صارم يوبخ، إلا إذا لك رغبة ثانية مساعدة. ورغبة رأي قصدي، رأي الرغبات ليس محلها. طيب فرصة، يلا صحح العالم الجليل عند العرفة صحح. لا أنا أعتقد أنه يعني أنت من الأصوات يعني من قديم وأنت تتحدث عن موضوع الوحدة وتجريم الطائفية، وفي كذا يعني كاتب وفي المجلس يقول لك من عام، لكن أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية أحوج ما تكون لهذا الشيء في أقرب وقت يعني. نعم. وسريعا ولأنه قد يعني ممكن يحدث أشياء في المستقبل حتى لو كانت صغيرة إذا ما كان في قانون للتجريم الطائفية، وقانون واضح ويكون له بنود واضحة حتى ما يكون فيها هوائية ولا مزاجية ولا تلفيق تهمة لأي أحد. أعتقد أنه هذا مصلحة البلد ويصب في ترسيخ الوحدة الوطنية. صحيح، فهذا مهم. وإحنا الأسبوع الماضي تذكر يا أبو السعدة وقبل أسبوعين قلنا أنه يعني إخواننا الشيعة ورددنا وأنت إخوان وهم إخوان في الوطن وإخوان والمذهبية كلهم له مذهبه. اتفاجأت أنه أحد كبار العلماء الفضلاء أنه سألوا قالوا له ما حكم بعض المثقفين يقول إخواننا الشيعة، قال هؤلاء ليسوا إخواننا. مثل هذه الأشياء لازم أنها تحجم، لأنه شوف الله عز وجل منذ أن خلق الكرة الأرضية منذ خلق الأرض وفي اختلاف قابيل وهابيل، عيال آدم ما في الاثنين تقاتلوا، فالخلاف قائم وموجود. لا لكن تقرير الخلاف أي يعني بيان هيئة كبار العلماء توقيت، وهذا كان جيد جدا في نعم. جريمة الأحساء. أنا أقصد الفرد ولا التوقيت صحيح؟ وهذا الفرد وهذول الأفراد، هذول اللي لازم يكون في قانون يعني، لأنه مسألة وطن، مسألة وحدة وطنية ما فيك تلعب فيها يعني. صحيح. العموم عشان ما نظلم أحد، ترى هو في اليوتيوب ومتداول يعني، قال انتقد من يقول إخوتنا وأنا أصر على قول إخوتنا، وإلى الله يوم القيامة نرجع، كل واحد يعرف خطأه. أما نحن ليس من مسؤوليتنا هذه. عفوا كم تقولون كذا؟ عفوا إيه؟ الله عز وجل يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حساب الناس على الله عز وجل. حنا لنا مفهوم الوطنية أن نكون شركاء في الوطن وشركاء أيضا في الواجبات والحقوق. نعم. طيب نروح للخبر الثالث دكتور من صحيفة الاقتصادية. مليون رقم جوال وهمي في السعودية، الحل بالبصمة. نتابع. قال للاقتصادية إبراهيم آل الشيخ رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات في غرفة الشرقية أن هناك نحو مليون رقم جوال وهمي أو مجهول الهوية يباع في السوق بأسماء وهمية وعمالة مخالفة، بعضها غادر السعودية وبعضها الآخر في طريقه للسفر النهائي. وصف سوق الاتصالات بغير منظم ويشجع على المتاجرة بشراء وبيع أرقام الاتصالات غير النظامية وبأسعار تتراوح بين 50 و100 ريال.
يا صاحبي أنا أعتقد أن الرقم كبير والرقم مخيف، واللي صرحه هو إبراهيم آل الشيخ رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات في غرفة الشرقية، يعني شخص ليس وهمي، شخص حقيقي، فممكن محاسبته إذا كان هذا الكلام غير صحيح، وإذا كان صحيح فالحقيقة أني لن أنام الليل هذه الليلة وأنا مستقر. لا ليش وقت تضحك؟ صحيح والله، لأنه أنت تتكلم، هو يقول 10 يعني مليون خط وهمي كل سنة، هذا حسب الخبر، رقم يباع سنويا مليون، يعني 10 سنين أخيرة 10 مليون. هذه الأرقام مجهولة الهوية تستخدم في أذية الناس، تستخدم في الغزل، تستخدم في الإرهاب، تستخدم في التفجير، تستخدم بما شئت. وبعدين أنا مستغرب إنه العمالة دائما يقولون ما عندهم فلوس، والخبر هنا ما زي ما هو يقول كل عامل عنده 10 خطوط في بعض الأحيان، 10. أنا العارفة جغنا واحد ما عندي إلا نص خط كمان، لأنه أحيانا يدق أحيانا ما يدق، فهذه الأرقام والله مخيفة. بعدين من شرق آسيا خطيرة، دائما تتدثر بالزهد والفقر. لا لا يعني غني بنفسي ما لا انه جت في سياق مالي انا، أي يعني أنا هذا تصريح خطير، اعتراف لانه هو ليس مؤشر غنى. ترى شوف افقر الناس عنده 3 جوالات، والاغنياء ما عنده جوال لانه ما يبغى يكلم احد عشان لا احد يتسلف منه ولا يقول تعال اكفلني في في, في 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 قسط سياره ولا شيء. هذا الشيء الغريب. الشيء الثاني، انا اطالب بسعوده مثل هذه الاشياء، هذه امنيه، ما اطالب سعوده سوق الخضار، سوق الخضار كله جح وطماط، يعني ما في اي شيء امني ممكن يخترق. في الامن الغذائي، الامن الغذائي لا، بس اللي يبيعون يعني هنا هذه، انا اعتقد انه يكون سوق الجوالات واللي يبيعونها كلها سعوديين، وزي ما قال الاستاذ الشيخ البصمه، يعني خلاص انا اخذت خط احط بصمه. انا عندي خط، عندي بصمتي معروف، لانه هذه ترى الان انت الحروب القادمه حرب تكنولوجيا، ما هي حرب طبعًا. رشاش ومدفع. نعم صحيح، ولا لك رأي ثاني؟ لا حتى لو رأي ما في رأي بعد العرفج. يا سلام يا سلام عليك. بعدين اكتشفت أنا في وجود العلم أنا ألتزم الصمت. نعم نعم. بعدين اكتشفت، تصدق قال لي واحد قصة ظريفة، قال لي إنه الجوالات الوهمية يستخدمونها المتسولين عند الإشارات، واحد يكلم واحد يقول له إشارة التحلية ترى فيها دخل أحسن من إشارة العليا، فيجي بسرعة يركب، يعني بعض المتسولين عنده جوالين 3 يستغلها من هنا ومن هنا، فقول لك انه يعني كانه ما شاء الله مراقبه جوالاتهم مفلوتين في الشوارع. لا بس هم يذكرون على بعض، يعني تعرف احيانا اهل العليا مثلا يقولون اقل عطاء من اهل التحليه وهكذا، يتفاوتون الناس في الكرم، حياة العرب تختلف. طيب نروح للخبر الرابع دكتور، من صحيفه الرياض، نزاهه الثرثره مع زملاء العمل فساد اداري. متابع. أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة قائمة بأنواع الفساد الإداري للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية، حيث أدرجت ثرثرة الموظفين أثناء العمل واستخدام سيارات العمل لقضاء الحوائج الشخصية وتأسيس المكاتب الفاخرة وإقامة الحفلات الدعائية ونشر التهاني والتعازي لتلميع المسؤولين عبر وسائل الإعلام من الفساد الإداري، متوعدة في الوقت نفسه بتنفيذ العقوبات ضد كل من تثبت تورطه بهذا النوع من الفساد، مشددة بأنها سترصد تلك التجاوزات عبر جوالاتها على كافة القطاعات الحكومية. منك القصة اللي عندك عشان أنا أقول أنا لا أنا والله شوف يعني يعرفون زملاء المهنة، أنا غيور على المهنة على مهنتنا وعلى زملائي في المهنة وزميلاتنا، يعني كنا إحنا بنناقش الموضوع تفاصيله مع زميلتنا اسمها الغامدي في صحيفة الرياض، لكن لأسباب بس زميلي مصعب اتصل على يعني اسمها الغامدي، وطبعا هم النزاهه يعني نفوا طبعا وقالوا انه هذا يعني غير دقيق، لكن الحقيقه ان مصدر المعلومه معلومه اسمهان من الفلاش ميموري اللي هم تم توزيعه على الصحفيين في اللقاء الاول، رئيس الاجهزه المسؤوله عن حمايه النزاهه ومكافحه الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، ولم تختلق المعلومه بل نقلتها. لكن اللافت في الامر انها تلقت مكالمات من بعض المسؤولين في نزاهه، وبعضهم يعني حددها بقوله انت من اخترتي ان تلعبي مع الكبار، يعني إذا أنتم تعتبرون أنفسكم كبار وهذه لغتكم، كونوا كبار مع الفاسدين الكبار، مو بتشطرون على الصحافة. أمر آخر أنه هم قالوا لها أنه هذه حقوق مؤلف وأنت ما ذكرت حقوق، مشكلة هم موزعين وعليه لوجو حق نزاهة، يعني هم أساسا حرمية حقوق أساسا إذا قاسوها بهذا المقياس. وهذا على الهواء شوف تعليقك أنت يا دكتور. والله أول شيء أنا أحيي الأستاذة اسمهان وأحييها وأقدرها، وأنا أعلم أنها كانت يعني لديها رغبة أن تطلع، لكنها أيضا الأسرة قالوا لها لا تطلعي، يعني درءا لزيادة من مشاكل، والله يكون في عون الصحفيين أحيانا والصحفيات أحيانا يعانون الكثير. لما كنت صحفي أنا كانت المشاكل شبه يومية، لكن أنا أطمن الأخت اسمهان أنه متى ما حصلت مثل هذه دليل نجاح،
دليل أنه فعلا تحريك للرأي العام. أنا صحيح أنه أعتقد أنه كل كاتب من الكتاب الشأن الاجتماعي يجب أن يدفع 10% من مكافآته النزاهة يعطيها. ليه؟ لأن النزاهة صارت مادة خصبة للكتاب. تصور هذا موضوع الثرثرة كتب عنه 75 مقال. تصور لو ما كانت فيها الثرثرة ولا طلعت الأخت اسمها هالموضوع من أي 25 أو 35 يعني كثير. طبعا تتكلم عن صحف ورقية إلكترونية، اللي شفتها في الورقي يمكن تجي لها 30، لكن أنا أقول لك إحصاء سريع ولسه حتتكلم الناس لأن الموضوع محساس شوي. تصور أنت لو ما في هالحركات من نزاهة عن ماذا سيكتب الكتاب؟ تخيل حياتنا بدون نزاهة. الله فعلا. لا ماذا سيكتبون يعني في تصور كتاب لو خلت هالديرة من عينك وش يا سلام. لا أنت دخلت في الغزل. فأعتقد أنه نزاهة يعني يجب أن تأخذ من الكتاب جزء من رواتبهم لأنها تعطيهم مادة خصبة. أيضا إلى الآن تفكير نزاهة ما هو تفكير استراتيجي. الآن افترض أننا ما حد ثرثر، جالس في المكتب أنا كذا كأني بسنة أول ابتدائي، تذكر لما كنا نسوي كذا صامت بس ما سلبي ما سوي شيء. هل المقصود الآن الكلام ولا مقصود العمل؟ أنت لما تسكت الناس هنا ما تنتج عمل، لأنه الصمت وحده لا يكفي. أنت الحين تقول لهم لا تثرثرون ثرثرة العمل، لا أنت حاسب الناس اللي تقول راجعنا بكرة. هذه الجريمة الكبرى. أي واحد يقول الواحد راجعنا بكرة، هو يفرق بين الموظف المنتج والموظف غير المنتج. لا وأيضا الكلام مش هم مريم عليها السلام إن ما تكلم أحد 3 أيام، لا كلم الناس بس انتج، لأن القصد الآن هو الإنتاج أو الصمت. فرق جوهري. بعدين نجي لمسألة نزاهة. أنا شايف أنها من شغلة في معارك مع الصحافة ما لها أول ولا آخر. ودي أنها تشتغل في أرض الميدان وتخجل الصحفيين. كل شهر تطلع مجموعة الفساد اللي اكتشفته، الأراضي، السرقات، المختلاسات، المدري. فبالتالي أما نقعد إحنا نتكلم في قضايا، بعض الكتاب يعني قال إن الثرثرة هذه قضية تافهة، أينكم من الكبار؟ ممكن طبعا حنا يعني لما يكون عندك سيارة كوريلا طبلونة 200 ما تقدر تقول لها امشي 300. فنزاهة على قدر الإيش يقول، مش على قدر ما تصل لها يدها. يعني هي محدودة بصلاحيات معينة، ما تدخل بعض الجهات، ما تراجع، مع إنه أحيانا يقولون لا إحنا ندخل أي جهة، فنطالبها باللي نقدر عليه. أنا أعتقد أنها لو أصلحت الفساد الإداري، خلينا نقول مسألة المراجعات، معاملة دخلت اليوم إذا جلست أكثر من 3 أيام يكون عند نزاهة خبر ليش جلست 3. تصدق في معلومة، يعني أنا أقول لك أنا معاملات بعضها لي أنا إنها تقعد 2-3 سنين في الإدارة. سنتين مش تسوي ذلك إيش يعني؟ أنت تصور إيش لو إنها إيش أقول لك عنز كان حملت، إيش تسوي فيها الوقت؟ أنا ما أعتقد أن ننشغل الحين بنزاهة بالثرثرة ومالثرثرة، المفروض ينشغلون في الإنتاج، لأنه ليس مطلوب الثرثرة أو الصمت، المطلوب الإنتاج، هذا هو. وإحنا علقنا على مرة على تقرير أن إنتاج الموظف لا يوازي 10% من وجوده في المكتب. أنت تشوف المكتب يجي من الساعة 7:30 الموظف للساعة 2:30، والله إذا كان خلص 3 معاملات 4 تحدى. نعم. طيب راح نتوقف يا دكتور مع فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم، لازلنا في حلقة جديدة من حلقات يا هلا بالعرفج مع الدكتور احمد عرفج. اهلا وسهلا. يا هلا والله. الشاي خلص بس الحين يجيبون لك شاي ولا اخضر؟ بس بالله اخضر. اخضراني اللون. نعم حلو الانتصار ان شاء الله. اقول عندك خبر انت في بطوله الخليج؟ في عندنا بطوله الخليج. والله تصدق هذا شيء غريب، يوم مباراه الهلال في اسيا الكل عرف، ما ادري ليش مباراه المنتخب. انا والله مس واحد بالصدفه قال لي وين، قلت له وينك انت، قال والله مرتبط بلجنه. ايش اللجنه هذه؟ قال لجنه مع تنظيم دوره بطوله الخليج. واعتقدت قالوا الخميس بعد بكره ولا لا؟ بكرة الخميس. بكرة. لا هو الغريب في الموضوع يعني حتى أحمد عيد ومستقبل الفوت ما أدري حاشرينه في زاوية كذا، ما لا المصورين قاعدين يصورونه بعرف. حتى كذا أعتقد أنه كان المفروض يكون في باقات فتحولت إلى وردة لكل الأعضاء الوفود اللي جوا. إن شاء الله أن المنتخب يوفق إن شاء الله وتصير هذه إن شاء الله جديدة. يعني إن شاء الله كمان أن البطولة تنجح يعني. إن شاء الله. طيب نروح للخبر الخامس الدكتور. الوطن 68% من النخبة الوزارية غائبة عن شبكات التواصل الاجتماعي. نتابع
كشفت دراسة علمية عن تدني مستوى استخدام مؤسسات القطاع العام بالمملكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر للتفاعل مع المجتمع. وأوضحت الدراسة التي أعدها رئيس قسم الوسائط المتعددة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام بالرياض الدكتور خالد بن فيصل الفرم أن 53% من مؤسسات القطاع العام لا تستخدم الشبكات الاجتماعية للتواصل مع جمهورها. كيف شخصيته باللبس؟ ممتازة والله. كذا لا تتوافق مع عامل المعرفة، لأن كنت شخص زيك كذا كأني جالس محطوط أتصور 4 في 6، بس قالوا لي كذا، يعني واحدة من أخواتي قالت لي كذا يبان إنك متحمس ومعك مطرقة وعامل معرفة. نرجع للموضوع، أعتقد شوف الغاية من أي جهاز في الدنيا، وزارة أو قطاع أو مؤسسة، هو التواصل مع الجمهور. التواصل سواء كان بالحمام الزاجل، سواء كان بالمقابلة الشخصية، سواء كان بالبريد في السابق، الآن دخلت وسائل التواصل. الحقيقة في تخوف من المسؤولين. الأستاذ خالد، الدكتور خالد هنا ذكر أنه عدم وضوح الاستراتيجية. لا، أنا أعتقد أنه أكثر مسؤولين عندنا يخشون أنهم يطلعون في تويتر أو في الفيسبوك. بسيط الأمر، ممكن في كل وزير، وكل وزير يغين 2 في مكتبه يتابعون، يحط حساب للوزارة أو الجهة ويتابعون في الفيسبوك وتويتر بالذات، لأنه ترى الناس واحد في جازان، واحد في القيصومة، واحد في رفحة، واحد في بريدة، ومعقول يركب تاكسي يروح الرياض ولا يركب سيارة يروح الرياض؟ يزاحم الرياض، الرياض ما فيها فيها ما يكفيها من الزحام. ممكن يرسل، وليس كل طلب ينظر فيه، لا ترى في كل 20 طلب تلاقي طلب مهم يستحق. واحد مثلا والله طالب يستفسر عن كذا، لا ما ترد عليه. لكن واحد متعثر مشروعه ومغبون ومهدد بالسجن أو واحد مسجون، هذه الأشياء لازم يكون فيها، يحط موظف يتابع الأمور هذه. فالقصد منه يعني حتى الأستاذ الدكتور خالد يقول أنه حتى الأجهزة التي تتفاعل مع الناس تقعد 3 أيام في تحديث المعلومات. لا، 3 أيام كثيرة. أنت الآن في عصر السرعة، يعني يقولون أنه الخبر أمس خبر قديم جدا، فما بالك خبر قبل 3 أيام. التواصل مطلوب بين اللي يعني أنا أثني على معالي الدكتور توفيق الربيع، وللأمانة هم من النشطين في تويتر يتفاعل كذلك. مرة كنت ماشي في طريق الملك في جدة، لقيت التواصل الإلكتروني وزارة الداخلية، فكلمت واحد من أصحابي سألته، قال هذا كذا، والله إني عجبت بالمشروع. التواصل الإلكتروني ما له علاقة في الداخلية، يجي أي شخص يبغى شيء من الداخلية يدرسون موضوع، إذا موضوع يستحق مباشرة يعطونه موعد مع سمو الأمير محمد بن نايف عن طريق الكمبيوتر، يتقابل بالكاميرا مع الأمير ويشوف الأمير بدون ما يروح الوزارة ولا كذا، يتصور يأخذ يعطي معاه دقائق يحل المشكلة. هذا التواصل الإلكتروني جميل، ودنا تكمل الخطوات هذه. يعني الداخلية بدت، ودنا تكمل أيضا، إنه مو كل زي ما قلت لك مو كل موضوع ترى، لا هي الموضوعات المهمة والعاجلة، ومدام في لجنة تفرز، اللجنة دي يجب تكون أمينة وبسرعة تفرز للناس. يعني واحد يبغى مثلا زواج من الخارج، هذا ما يحتاج تعطله، لكن واحد يبغى يبلغ عن ولده إنه راح للجهات ويبغى بسرعة إن المعلومة توصل قبل ما يطلع من الحدود، هذا يعطى أولوية عن غيره. أرجو أن أكون وصلت المعلومة. نعم، وصل الدكتور. وكمان كنا في الأسبوع هذا استضفنا الدكتور خالد، وحددنا أيضا الجهات اللي تفاعل والجهات اللي ما تفاعل وأسبابهم. جميل. وكان في نقاط كثير مهمة، وأنت أيضا غطيت نقاط مهمة. رح نروح الخبر السادس دكتور. نعم. من صحيفة الوطن، التحقيق مع خطيب العالمية صعبة قويا، نتابع. فتحت الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تحقيقا مع خطيب جمعة ردد العالمية صعبة قوية، وهي ذات الجملة التي ظهرت بعد هزيمة الهلال الأسبوع الماضي من فريق سيدني في نهائي البطولة الآسيوية. وقال مدير إدارة الأوقاف والمساجد بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطري في تصريح صحفي إن إدارته بدأت بالتحقيق مع خطيب الجمعة الذي لم يتقيد بتوجيهات وزارة الأوقاف، مستغربا مثل هذا التصرف. لا تنسانا من الشاي تكفى، تم زكبيل اليوم، لا تنسانا. أيوة. من المناديل أيضا. نعم. طيب تفضل. سبق وعلقنا على أداء وزارة الشؤون الإسلامية، وإن شاء الله أنهم نحسن الظن فيهم، لكن كما قلت لك مهمة الإعلام الحقيقية هو مراقبة أداء الأجهزة لتوجيهها وإعطاء رأي وإعطاء فكرة. إذا رأينا جيد يأخذون، وإذا رأينا ما هو جيد فسلة المهملات كبيرة يعني تستوعب كل الأوراق. تكلمنا عن أداء الوزارة، قلنا أنها ضعيفة في مسألة الميكروفونات، السيطرة على الميكروفونات، تعميم الأوقاف واضح الوزارة أنه الميكروفون للأذان والإقامة فقط، أما واحد يحدث الناس بعد الصلاة ساعة ساعة ونص. أهل الحي فيهم المريض وفيهم الكبير في السن وفيها اللي يعاني وفيها اللي متعب وفيها اللي مصدع وفيها اللي زيك مزكم، فنراعي ظروف الناس. وبعدين هي الموعظة اللي في داخل المسجد. عندك أيضا من الأشياء أنه بعض الخطباء يدعون للتطرف والتحريض
ويشحنون الناس. موقع الوزارة نفسه علقنا على خبر إذا تذكر قبل أسبوعين أنه في 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 كذا. الآن جتنا خاتمة العالمية صعبة قوية. نعتقد يعني للأمانة يعني أنا ما لست هلاليا الاتحادي، لكن تعاطفت مع الهلال من كثر ما شفت أن الناس تضرب فيها. يعني وصلت الخطب الجمعة، يجب الأمور تتعامل بحزم مع الخطيب ذا وأنه يعاقب عقاب. بس أنا في مقال للأستاذ خالد السليماني يمكن أمس وقبل أمس، أعتقد أنه استقصى بالضبط إيش كان في الخطبة، فهو عنده وجهة نظر أنه أخذها كعنوان من أجل جذب الناس، ولكن محتوى الخطبة لم يمس الهلال ولم يمس أحد. يعني كانت فكرته أنه العالمية أنه كيف نوصل أنفسنا للعالم بشكل حضاري بشكل يعني دين. فضلك من الخطيب، لكنها لا تخلو من انها اقل شيء تحريض الناس، لانه احيانا يعني ايش اقول لك يا ابو سعد، لو انك انت مريت في حادث، حتى لو جبت انا عفو الخاطر، شفت عفو الخاطر، انت الحين لو تتكلم عن قصه كذا وتكثر بواحد اسمه عبد الوهاب في القصه، حيفهم الناس انك تقصد الوهابيه، حتى لو قلت اني انا بلفت الناس، هي كذا مفهومه. فانا اعتقد دع ما يريبك الى ما لا يريبك، هذا الخطيب يقول هذا الكلام. طيب تصريح الاسبوع دكتور من عكاظ، رصدنا استحكامات على اراضي لا يمكن حصرها الا بالهليكوبتر نتابع. ايش رايك بالتصريح هذا؟ رصدت الجهات القضائية حجج استحكام لا يمكن حصرها إلا بطائرة هليكوبتر، ويجري حاليا حصر الصكوك المشبوهة عبر لجان فحص. الأجهزة القضائية تعتبر كل الصكوك سليمة وصحيحة ومبرأة إلا إذا ثبت غير ذلك. هذه جملة محاور هامة تناولها محمد أمين مرداد، عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، رئيس لجنة اختيار القضاة الجدد، رئيس لجنة تحويل كتاب العدل إلى قضاة، في حوار المواجهة الثاني مع عكاظ، حيث اعتبر حدوث الأخطاء أمرا واردا، ولكن الأهم من ذلك أن عمليات التصحيح والمعالجة مستمرة. هذا ما حنطول فيه. تكلمنا كثير عن هالموضوع، فقط بس انه يعني الاراضي هذه الشاسعه ان شاء الله ستعود لميزانيه الدوله، وبالتالي سيسعد بها المواطن وسنفرح بها جميعا. لكن احنا في الاسبوع الماضي اطلقنا نداء الى معالي وزير العدل الصديق الدكتور محمد العيسى، والان نكرره الى ان هناك ضحايا. يعني انا قلت لك الشخص الاول اللي زور هذا مجرم، لكن الثاني والثالث والرابع شاف صك مسليم واشترى، ما ذنبه إذا كان تحويشة العمر حطها في أرضه وبعدين اكتشف بعد 10 سنين أنها مزورة، ارتفعت الأراضي. يعني الحمد لله بلدنا غني، شكل لجنة بسيطة، وليكون الدكتور مرداد ما شاء الله كل هالمناصب عنده، تكون هذه أيضا من مهامه أنه الضحايا اللي نسميهم الضحايا ليس المجرمين الكبار. يعني احنا كنا ما نشكك في وزارة العدل، وكان أي واحد يشكك يا ويله. الآن أنا تلومني أني أنا صدقت صك أنت صدرته وطلع في الأساس مزور، تلومني أني صدقت. يعني أنت لو افرض أنه أنت قلت يا أحمد لا تسك الباب، ترى الحي آمن أبدا، وأنا تركت الباب مفتوح، جاء وناس سرقوا، تجي تعاتبني تقول ليش تركت الباب مفتوح وانت اللي قلت لي يا احمد خلوا مفتوح ترى البلد امن مثلا. نفس الحكايه في الصكوك. كانت اتمنى ما ابغى اطول في الموضوع، نتكلمنا كثير. طيب بس اذكر مع الوزير، نروح الى كاتب الاسبوع. كاتبنا لهذا الاسبوع هو الكاتب عبد المحسن هلال في صحيفه عكاظ، الاستاذ عبد المحسن هلال طبعا. مقال المختار بعنوان الاسكان في خبر كان، وتابع. المقال الذي اخترناه لكاتب هذا الأسبوع عبد المحسن هلال من صحيفة عكاظ بعنوان الإسكان في خبر كان، يقول: الأحجية التي بدأت بكيف تندر الأراضي السكنية في دولة بحجم قارة بدأت تتضح ملامحها. بداية يجب الاعتراف بجملة حقائق، منها أن أكثر من ثلثي المواطنين لا يملكون سكناً، أكثر من 40% من دخل هؤلاء يذهب للإيجار، إن احتكار القلة هو المسيطر على أكثر الأراضي غير المستغلة، وأن كثيراً منها تم السطو عليه بطريقة بدليل ما تكشف خلال الأيام الماضية من صكوك مزورة، والأمل أن يستمر الكشف. تذكرون أيام تشكيل اللجان الملكية لإنجاز مهام حيوية؟ أرجح أننا في حاجة لهذا، فمشكلة الإسكان تخص أغلبية السكان بجانب تبعاتها الاجتماعية وتعطيل النمو الطبيعي للأسر، وربما سلم قيم المجتمع وسلمه الاجتماعي. مقترح رسوم الأراضي البيضاء، والذي لا أعلم لما تعطل كل هذه المدة لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، لن يحل وحده إشكالا، وأعيد طرح مقترح السابق بضرورة استغلال هذه الأراضي الشاسعة لما فيه مصلحة العموم، وإن ضحينا ببعض مصلحة الخصوص. مبررنا الشرعي واضح، ما فعله الفاروق عمر رضي الله عنه مع المتملك أرضا بإذن من
صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام ومبررنا الوطني جاهز، المصلحة العامة، ويمكن تنظيم عمل استثمار هذه الأراضي بعدة طرق إدارية لا يداخلها الاحتكار. وحقيقة لا نحتاج لجنة عليا لحلحلة معضلة الإسكان، ولو فكرت وزارة الإسكان خارج الصندوق ستكتشف أنها مشكلة إدارية بحتة. سألت مرارا ما الذي يجبر الوزارة على البناء داخل المدن القائمة؟ لماذا لم تدخل كمنافس قوي وربما كمحتكر لضرب الاحتكار المضاد وتنشأ مدنا جديدة ببنية تحتية وخدمية جيدة تغنيها عن مجاورة المدن القديمة؟ معظم مدننا صحراوية، ولن يضيرنا إنشاء المزيد منها باللجوء إلى الصحراء الممتدة حول كل مدننا القائمة. كل ما نحتاج تخطيط جيد لإنشاء هذه المدن وتنفيذها بيد مقاولين مؤهلين، فتظهر أحياء لمدن متسق منسوب وأسلوب مبانيها وفئاتها متقارب، ألوانها تسر الناظرين، بدلا من أن يلجأ المواطن سعيد الحظ ممن حصل على أرض أو قرض لأقرب مقاول إن أحسن بناءها جاءت متنافرة مع ما يجاورها. تكاليف كل هذا متوافقة مع ميزانية الوزارة، مع قليل دعم إضافي لن تبخل به الدولة لمشكلة بهذا الحجم. غير هذا سنظل نراوح حول المشكلة ونحللها بدلا من حلها. تفضل يا دكتور. الله يعافيك. الشاي الأخضر وصل الحمد لله. يعني الأستاذ عبد المحسن سجع، أنتم بتلوموني على السجع، قال الإسكان في خبر كان وبدأوا الكتاب كثير يسجعون ما شاء الله. قبل أن نبدأ يا أبو سعد، كلمني بفترة بعض الشباب يكلموني، يعني نيلتك تتكلم عن نيلتك، نقول لهم طولوا بالكم يا جماعة. وكلمت أنا وعلي كم مرة في الموضوع ذا، أنه الآن قدامنا رصيد من الكتاب اللي لهم 30 سنة. أيوة، حنا إذا قلنا أنتم الشباب تكلمنا عنكم الحين، بعد 10 سنين إيش حنقول؟ لازم تستوي. بعضهم ما يشاهد البرنامج مع الأسف يتكلمون، لو شاهد البرنامج كان فهم سياسة المعايير حقتنا. تعرف أنا وإنت عندنا معايير صايمة في اختيار الكتاب. يعني 100 كاتب اللي اخترناهم في السنة هذه كلها وفق حدود وشروط. عموما نرجع لعبد المحسن. الأستاذ عبد المحسن هلال صديق لي، وهو دكتور وفاضل وأستاذ لنا جميعا، وأقول لك هو من كتاب أصحاب المبادئ الذي لا يحيد عن مبدئه أبدا قيد أنملة مهما عرضت عليه. وهو الآن يعني استقال من الحياة وتقريبا متفرغ للكتابة، لم يعد في الجامعة كما كان. الأستاذ عبد المحسن هلال يتنفس الحس القومي من دعاة القومية، وهو يرى أنها بوابة للوحدة العربية. الأستاذ عبد المحسن الدكتور يرى أن الكتابة هي أداء دور اجتماعي وبث الوعي بين الناس، وهذه أهداف نبيلة. دعنا نبدأ في السلبيات. أول سلبية عند الدكتور عبد المحسن هو الكتابة في كل شيء. يعني أنا مؤمن بقدراته الكتابية وأنه خامة معرفية وقدرة هائلة من الثقافة والمعلومات، ولكن أحيانا يكتب في السياسة، أحيانا يكتب في الاقتصاد، في الاجتماع. ممكن بعض الناس يستطيع أنه يلبي كل هذه الاحتياجات ويقدر عليها، لكنها تطلب مزيد من الجهد. أنا أتكلم عن مبدأ، ما أتكلم عن تطبيقات على عبد المحسن. أنا أتمنى أنه عبد المحسن لأنه شجاع يمسك الخط الاجتماعي، لأننا محتاجين كتاب في الشأن الاجتماعي يمتازون بالشجاعة. عندك السلبية الثانية عدم الاستقرار في الصحيفة. الأستاذ عبد المحسن أنا كنت أقرأ له في الرياض، بعدين قرأت له في الوطن، الآن في عكاظ. في الوطن كان يكتب 1200 كلمة، في الوطن في الرياض يكتب 1200 كلمة، في الوطن أقل. الآن عكاظ أجبروه على 300 كلمة وحطوه في الصفحة ما قبل الأخيرة ودلعوه وكذا، وبدت لياقته فعلا عالية. وهو يقول إنه صحيفة الرياض هي حبيبة قلبه الأولى والأخيرة بالنسبة للصحف، ويتمنى إنه يعني لم يغادر الرياض. من عيوبها أيضا التكرار المبالغ فيه في قضيتي الإسكان والنفط. يعني دائما تجد أنه في الشهر ذا كتب 3 موضوعات عن الإسكان، في النفط نفس الحكاية، تبنى موضوعات معينة. أنا أتمنى أنه عبد المحسن هلال ملك الوطن كله، ملك قضايا كل الوطن. يعني الإسكان ترى ضرب في الميت حرام. أعتقد ما في كاتب ولا محلل ولا جالس ولا في واحد في قهوة اللي تكلم عن الإسكان وشتم الإسكان وتناقش مع الإسكان وتقد. طيب أيضا آخر قبل الأخير، يعاني دائما الدكتور عبد المحسن في بداية المقال، هذا واضح جدا، وأنه أيضا غير ملتزم بكتابة المقال الحديثة التي تقوم على بداية وموضوع وخاتمة. هو يعترف بهذا أيضا. آخر السلبيات، الكتابة عند عبد المحسن هلال كانت أسبوعية، الآن صار شبه يومي، لذلك وضح الخلل. كانت أول مقالات دسمة جدا، الآن هي مجاراة للواقع. وأحيانا تشعر أن عبد المحسن يكتب من غير نفس لأنه مع ضغط. هو طول عمره كان يكتب أسبوعي، ما بدأ من سنة يكتب شبه يومي. يعني في أشياء كثيرة. من عيوبه أيضا تكرير مفردات معينة، مثل يعني نادرا تلقى مقال ما فيه إفساء الفساد وصل الإصلاح والشفافية، تتكرر ويمكن التكرار له داعي. نرجع نجي للإيجابيات. أول إيجابيات البصمة الكتابية وعدم التقليد. أستاذ عبد المحسن أستاذ لما يكتب مقالة ما تحس أنه نفس
آخر فيها هو نفس الدكتور عبد المحسن. أيضا معلم، وأنا قلت معلم وأنا كلامي دقيق، معلم في اختيار العناوين وصياغتها. مثلا عناوين وجد ذهبة له عنوان مثلا ثلاثة آمال وسؤال، ثلاثة آمال وسؤال، له عنوان ثاني عندما يتحدث الشرفاء، عنوان ثالث التفكير خارج الصندقة، ليس الصندوق كما هو متعارف، الصندقة. هذه من 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 من, من إيجابياته. أيضا عبد المحسن هلال كاتب شجاع ويناقش ويطرح بجرأة ويدخل إلى مناطق قوية ومهمة، ولكنه اعترف أن معركته مع الرقيب انتهت بانتصار الرقيب. بانتصار الرقيب. ولما سألته لماذا يا عبد المحسن، قال لأن الرقيب يحافظ على كرسيه وأنا أحافظ على قلمي، والكرسي أكبر من القلم، ولا لا؟ طيب أيضا يمتاز بطرح الحلول. شوف هذا ميزة عبد المحسن، دكتور يميزه عن الكتاب الآخرين، يطرح حلول. بعض الناس يقول لك والله شماغ علي ما هو مكوي. طيب أنت جبت مكوى تكوي شماغ علي مثلا؟ أعرف ما عنده قلم محترم، طيب اشتر لي قلم يا أخي، جيب حلول ولا لا؟ واحد يقول لك والله يا أخي صورتك وساعتك ما هي ماركة، طيب اشتر لي ساعة ماركة. الدكتور عبد المحسن يأتي بحلول. إذا كان لي من يعني اقتراح على الدكتور عبد المحسن أنه ينوع في كتابة القضايا قدر المستطاع، وأنه يقلل من البؤس والتشاؤم. يعني الدكتور عبد المحسن أنا لا أقرأ له، لأنه صراحة أحيانا يشعرني باليأس والأمل، مع أنه هو يقول دائما يا أحمد إذا ما لقيت ضوء في آخر النفق اخترع ضوء. كيف أنا اخترع ضوء وأنت سديت كل قطعت عني الكهرباء، ما في منافذ أبدا. طيب. أتمنى أنه ما يزعل الدكتور وأحييه. نعم، تحياتنا للدكتور عبد المحسن هلال الكاتب في صحيفة عكاظ الآن. راح نروح إلى فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم. والله انا افكر ارجع الكاميرا حبيبي شوي، بس تشيل المناديل مزكم ايش اسوي لك؟ جت والله على الحين حريص على مصلحه المحطه والاعلان، خلهم يترزقون الله. لا بس انا بقول قبل شوي وانا اسولف مع الدكتور احمد العرفج في الفواصل، الحقيقه حديث ممتع وشهي جدا. افكر مستقبلا اذا استحسن الدكتور الفكره إنه ممكن نسجل الفواصل وننزلها على رابط في يوتيوب. جميل رايك؟ والله جميل، بس أهم شيء تدفعوا لي. الله يا أخي الحين مقدم لك فكرة. لا معليش الله يجزاك خير، بس أنا لا أتحدث. هذا المفروض تدفع لنا. والله والله تستاهلون لو أنتم من أهل الزكاة الثمانية، بس أهل الزكاة أبد إحنا أول ناس. عيش من البر في قلوبهم يا أبو يعني. ركبنا على أي ما والله ما تركونا، أهل الزكاة الثمانية ما تنطبق عليكم. طيب نروح لفتوى الأسبوع دكتور. حكم تسريح شعر النساء وصبغه. صبغه هذه الفتوى طبعا من ضمن الكتاب الغثاء لحو في لما رايب الفتوى. تتحدث شوف في قصيدة لنجار قباني شهيرة لما دخل الحمراء اللي هي الأندلس سابقا، يقول في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أجمل اللقيا بلا ميعادي. كانت المرشدة حقته اللي مع امرأة إسبانية من أصول عربية، فهو يقول سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي. يعني كذا منطلق الشعر مع الريح. لا تفسر البيت جميل. أنا طيب أنا آسف يا أخي، تقمعون اليتيم. تفضل. والله تقمعون. لأنه تفسيرك ما. طيب يعني. أنا آسف. لا أغني ولا أشرح ولا. أوكي. ولا أبداً تغني الغناء، لأن والله عشان جماهيريتك. والله واحد قال لي تصدق أنت مهو، بس الحبال الصوتي يبغى له شد زي حبل الغسيل كذا وتصير ممتازة. فأعدل أسوي إجراء بس بسيط واسيرا. طيب. في فتوى قديمة أنه أحد المشايخ سألوه عن أنه المرأة تفرق الشعر وتضعه في جديلة من الخلف في ربطة، قال لا يجوز هذا لأنه تشبه شيء بالكافرات. وبعدين قال في الحديث النبوي ورد مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، وفي قوله مميلات ومائلات هذا معنى الحديث اللي قالوا، بمعنى أنه الشعر يعني الله يذكر النساء الأولات كانوا يحطون جديلتين، كنت تفرق منه وتحط جديلتين، أما تجميعه من الخلف ووضعه في رابطة هذا في كلام للعلماء فيه. صبغ الشعر يعني هنا أما تغيير المرأة لون رأسها بأنواع متنوعة يعبرون عنه بالمش، والمش ولا لا؟ مش 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 أنا أسف مش مش هذا جبن 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 قديم جبن قيوة بس أنا تعرف تخيل بهالأمور تخيل عادد مش في لا مش يسمونه مش
ماشي ما ادري عاد ما عندي خبره اعتقد انك لا ايش دراي اذاك صححت لي ما شاء الله انا اللهم لا لا نعرف المش عشان كذا بالتاكيد لا وقد تلقينه من النساء الوافدات من الغرب كذا كذا يظهرون امام الرجال المهم يقول وصبغ الشعر بمثل هذه الصبغات لا يجوز الذي يجوز فقط الصبغ بالحناء تعرف الحناء ايه الحناء بنات البدو يزين حناء ايوه كذا وش يقول واحد يقول يجوز العيد بلحنة يعني احيانا فما يجوز الا بالحناء اما انت ايش رايك انت لي والله انا ما بك عالم يعني الله أشكرك أنك أعطيتني مكانة العلمية صحيح بس ترى هذه جلستك ما هي جلست قدام عالم لما تكلمني انهض كذا استعد للعلماء تكلمني وانت قاعد بقهوة أعتقد أنه إن العلماء ليس السؤال الآن ليس السؤال عن إمكانية قبول التوتو أو عدمها لا تطبيق الناس لها أنا أعتقد الآن 90% من النساء يصبغن وتقريبا الفتوى لم تؤثر عليهن كثيرا يعني. نعم طيب راح نروح دكتور الآن لمزاين الكتب المسموعة وبعدين بنروح لمزاين الكتب نعم عندك اليوم مزاين الكتب المسموعة بنطلع حتى الهاشتاج اللي عندك أشعار في المنفى لعبد الوهاب البياتي نعم أشعار يعني أنا اخترت الكتاب هذا المسموع لأنه عبد الوهاب البياتي من الشعراء شعراء العصر الحديث اللي اختلفوا عنه الناس في ناس يرون أنه هو مجدد الشعر الحديث وأنه سارق نار من نيران اللغة وصاغها وأبدعها من خلال دواوين وأولها ملائكة وشياطين في ناس آخرين مثل نزار قباني يقول هذا لص يداهم أعشاش الشعراء في منتصف الليل ويسرق فراخهم ويصوغها بلسانه فأنا حبيت أضع المشاهد والمشاهدة أمام أنهم يسمعون الأشعار هذه ويحكمون بأنفسهم هذا ما يخص الكتاب المسموع أما من زين الكتب لدينا فهو الملف السري للنكتة العربية طبعا هذا المؤلف مؤلف جميل الداموني حسين الداموني له كتاب آخر اسمه تاريخ اللحية وله كتاب آخر اسمه حجاب المرأة المسلمة الكتاب هذا اعتمد على مجموعة كتب مثلا موسوعة الأدب الضاحك في 8 أجزاء هو لخصه في كتاب السخرية السياسية عند العرب لخالد القشطيني أخذ منه الضاحكون الفكاهة عند العرب مجموعة كتب سأذكر نكتتين هنا ذكرها جميلة لأنها واحدة تناسب الناس وواحدة تناسب كنت كإعلامي كاتب أنه واحد جزائري اشترى كيلوين سمك وحطها في لفة جريدة وراح البيت وهو رايح البيت تشققت الجريدة طاح السمك لما نوصل البيت لقى الجريدة مقطعة والسمك راب فمسك الجريدة وقاعد يضرب فيها قال لا قتلك الله تحملين أطنان من الكذب والزيف ولا تحملين كيلو وين سمك هذه يخص الإعلاميين أما ما يخص الناس يعني تعرف دائما لما يصير عندنا حادث الناس تتجمهر وبتشوف يعني واحد كذا ويجي واحد من فوق اللي فوق ايش فيه والثاني قبل لا الحين يصوروه يصوروني وايش فيه وايش عنده شعب كميه اللقافه عنده كثيره بزياده معدل ايوه فواحد مسكين متجمهرين الناس على شيء ما هو عارف فبيدخل يا يقول يا اخوان وخروا وخروا انا والد الضحيه وخروا وخروا لما دخل لقى حمار مدعوس فيقول والد الضحيه فهذه من النكت اللي جابها ارجو نضحك كثير طيب ما ادري على المشاهدين بس ترى كثره الضحك تموت القلب يا ترى قلبك أصله ها يبي يموت فلا تموت بالضحك طيب نروح لعبارة الأسبوع عبارة الأسبوع اتبعني واتبعك اتبعني واتبعك يعني أنا هو القصة حصلت قبل فترة دخلت زواج فواحد سلم علي كذا بامتعاض كذا كأنه ما صليمونة ولا شامله بس ميت قلت له قال يا أخي نزعلان منك كيف قال يا أخي تابعك في تويتر ولا تتابعني قلت حاصل خير يا طير ما صحصل مو لازم نتابعه حنا يا أبو سعد لازم نتابع الشخص اللي يضيف لك يعني أنا مثلا أتابع السيد نتنياهو وهو لا يتابعني لكن أنا أشوف نتنياهو فكر التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي أشوف كيف يفكرون أيضا في ناس قد يجدون ضلتهم في العرفج في ناس ما يبون فلا نجعل هذه وسيلة للبغضاء بيننا ترى عندنا من البغضاء ما يكفي عندنا من التشاحن والتحاسد والبغضاء ما يكفي جاء تويتر مع الأسف وصار يسبب أزمات إنه تتبعني ما أتبعك وصار شرط تبعني واتبعك واحد كلمني قال أنا أسوي لك فلوس بشرط سوي لي لا يا أخي لا تشرط لأني ما طلبت منك تسوي لي فأنا أقول من الآن من هذا المنبر أنا وأخي علي الله يسامح اللي بيتابعني يتابعنا واللي متابعني براحته بس لا حد يطلب منا شيء ولا ما تسمح عنه لا الحمد لله طيب نروح لبيت القصيد دكتور بيت القصيد يقول ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع إن الجميلة ولو طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه إيش الجميل؟ الجميل أنك تأخذ اليتيم تفصل له ثوب خلاص وخلصنا قد يكون في غير موضعه إيه؟ لكن أنت بعد كم سنة اليتيم يصحى ضميره يقول لك شكرا يا أبو سعد أنت قد فصلت لي ثوب
فأزرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع إن الجميل ولو طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. تصدق البيتين هذه من حفظني إياها أمي الله يطول عمرها، دائما تردد هالبيتين. عندنا دائما يقول لك اعمل خير وارميه في البحر، لا البحر فيه تلوث لا ترميه في البحر، ارمي خير وارميه وبس مش في البحر. فأنا أقول إنه دائما الناس بادر بفعل الخير ولا يهمك، ترى حتى شوف الربيع، خلي الربيع قدوتك، الربيع يجي يزرع ورود ويروح ولا يسأل عنها، العصفور يغني في الصباح لكن ما يطلب أجرة زي العرفة يقول لك عطني حق، يغرد بلاش. الزهور تتفتح بلاش، نتعلم منها عطاء. شو سر الرومانسية هذه اللي طفت فجأة؟ قل لي مع مين تمشي بعد؟ قل لي مع مين تمشي هاليومين؟ أيوة هاليومين لأن كول ذاك المرة وما أدري إيش. طيب تعال نغرس النعناع. راح نروح إلى فاصل أخير ونعود لكم بعد قليل. كويس معنا. أهلا وسهلا، حلوة الحركة هذه على الجديد، عدها بالله، أتحداك أتحداك يعني يعني صراحة خلاص ما ابغى اتكلم. ايش الحركه؟ ايش توزيع قروش؟ اكلم المخرج. لا 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 ما كل شيء الله حرام. انا ما ادري قلت يمكن توزيع قروش. طيب شو اسمه، راح نروح الى المقاطع، ناخذ اول مقطع يلا. علموا أبنائكم السباحة بس مو بالصق الشكل هذا. لا لا هذا إيش عرضة ولا إيش؟ لا عرضة، هذا إيقاع بس. هو شوف هو هذا الرقص على الماء. لأنه هذا الإيقاع في القفزة الأخيرة هو يعني يرتفع الفوق وبعدين يرجع الأرض بقوة يضرب بقوة ثم يعود من جديد، لكن هذه المرة على سواها فوق بس نزل في المويه. لا هذا الرقص على النوع الماء. ذا وش لا عرضة 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 جنوبية أي أحد أنواع العرضة. يا سلام لأن إيقاعات شوي تختلف أحيانا في المنطقة. نشوف المنطقة المقطع الثاني. يذاكرون الشباب يذاكرون والله لا مذاكرة بالموسيقى بس يا أخي أنا استغرب الحين هم متلثمين أنا ما أشوف فيها شيء يعني هم بيعبرون عن أنفسهم لا آذى ولا فجرة ولا فحطة ولا شيء يعبرون عن أنفسهم بالعكس مواهب حلوة أنه يقدر أنا أول مرة أشوف دفتر على شكل إيقاع وذاك على الصينية وكذا أنا أشوف بعض الصنايع معفطة ثرية تستخدم لأغراض غير صحيحة ليش يتلثمون بالعكس ودنا نشوفه جيهم نحييهم هذول مستقبل يطلع إيقاعجي كبير قاعجي إيه قاعدي قاعي. يعني على لغة هذيل أنا على لغة سيبوي. طيب نعم المقطع الجاي. وصلنا الراس هي وصلنا الراس هي شوف إنها مناظر كويسة. تعليق والله انا ايد يا اخي في فوبيا من الاماكن العاليه انا عندي فوبيا اعتقد اول مره بس هذا حب ارجع اعتقد جواله او شيء يعني خطر الحقيقه اي والله خطر خطر لا انا حتى لو مو خطر انا اخاف على خطر انا اول مره ركبت التلفريك في تركيا يعني صار لي موقف يعني مخجل ما ابغى اقوله يعني صراحه تملكني الخوف ما اي ما ادري كان في نتائج في طبعا نتائج الله نتائج يعني نتائج محسوسه وملموسه وبعدين ركبي والله كذا الفوبيا من المكنة لاني انا متصور اني حطيح وتعرف خساره كبيره عند العلماء طبعا للأمة يا رجل ثروه وطنيه طبعا 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 نشوف المقطع الجاي من قوه الاجواء الحلوه اليومين في الرياض لو تعطيني تذكرة باريس لندن سويسرا أقول لك ما أبغى لا هذا صدق ما تكتب ما تكتب ما تكتب إن شاء الله يلا غنيه منهم يلا غنيه هذا الشاب بنظارات أعتقد قاعد يدلعنا عليه قبل كذا لا لا هو شيء معروف هذا نجم ونعم ونعم نجم الكيك شاعر بعدين فايز المالكي أخذه معاه في
خميس بن جمعة في رمضان الماضي. جميل. هو قد كلمني والله وقال لي شكرا انك تمدحني. انا ما امدحه، بمدح فعلا. لا مو بهذا اللي كلمك. مو هذا. يلا حسن الخاتم. حسن حسن الخاتم. لا والله تعرف تزاحم المعلومات. لا احنا ذاكرتك يا دكتور. ايوه لا تزاحم المعلومات. ايش اسمه ذاك بالمقفع يقولوا له، يقول لما نجي اكتب احيانا اقف، فقالوا ليش تقف؟ قال لان الكلام يزدحم في صدري فتخيره. فانا المعلومات يعني تعذرني كل خفاف الدم اخلط بينهم. يعني فعلا مبالغة في مسألة الجو. الجو وحده لا يكفي، يعني الناس تحتاج إلى حرية، تحتاج إلى غير الجو. براد الحالة ما يكفي إنه والله والربعانية والثمامة ومدري، لا في أشياء لوازم أخرى للحياة غير الجو. مثل يعني إنك أنت تكون يعني منشكح. كيف يعني؟ يعني إنك تكون مبسوط، إنه ممكن تكون مبسوط؟ تركب دباب راحتك، تتمشى، تركب في الثمامة. لحظة أهلك يركبون دباب. تركب. لا أهلك يركبون دبابات، النساء يركبون دبابات، ما حد. لا أنت مثلا خلك من الشق العائلي، أنت كأحمد الحين تقول لا يكفي الثمامة. طيب تبغى تركب أنت بدون عائلة، إيش كيف تتشكع وتستأنس؟ عشان ممكن المسؤولين الآن يتابعونا يعني يخلونك منشكح في الرياض. لا يعني أنه توفر الأشياء، الاحتياجات البسيطة، الأكل يكون متاح موجود. الجو واحدة لك. لا أنت ممكن من زمان ما رحت الثمامة، يبغى لي أخذك الأسبوع الجاي معي. بعدين يا أخي المخيمات كثيرة صراحة، ما تلقى محل تقف. يعني موضوع ثاني هذا. لا وش موضوع ثاني؟ قلت لك الحرية لا تتجزأ. يعني بس جو، بس الحال وجو. لا ترى العصفور لو حطيته بقفص من ذهب ما يبغى. ما يبغى القفص. طيب نروح للمقطع اللي بعده. اعذرنا يا ساهر، توك مخالف 300، نركب هذا نرتاح. ايش رايك؟ يا سلام ابداع يا اخي. صراع الناس مع ساهر والله خلاهم يبتكرون اشياء كثيره من ضمن هذه اللوحه. يعني الحين لا اقبل خلاص حط ذا ما حد يصيده. يعني المعركه اللي بين الناس وبين ساهر انا اعتقد انها معركه غير حضاريه. يعني لا ساهر راضي يعني يشتغل. هو هذا تصرف غير حضاري ترى اكيد. بس هو لما سالت تسال، انا قعدت مع شباب كثير، قال لك يا اخي انا عندي مبررات يا اخي، لا تحطون لوحات ولا تنبيهات، والطرق فيها تحتاج صيانه وكذا. يعني مو بس مجرد انت تضبط سرعه الناس، لا لازم صحيح تحرص على اشياء اخرى. نعم هذه ناحية أخرى. طيب بعدين الناس الحين ترى ساهر قاطعة أغنية محمد عبده ليتك مع ساهر ليل الهوى كله، صار ما حد يسمعها. ترى هذا أفيه جميل. بما أنك ذكرت الأستاذ راشد الشمراني في بداية الحلقة، فجاب هذا الأفيه يقول حسبي الله عليك يا منورة. يقولوا ليش؟ قال يقول ليتك معي ساهر ليل الهوى كله، لأنه السواق حقه راح في كل شيء بخاله. فمرة استضفت أيضا اللواء المقبل. نعم. وفي برنامج الذاعي، فدائما أغنية يسقطها على الواقع المعاش، فأسقطنا ليتك معي ساهر ساهر. شوف المقطع الجاي. هيبة ومطروف وسنافي وانحب، وهاي تبكيبي وهذه حياتي سلامتي. تاجر مواشي وعنده محلات ببيع لحم. والله ارحم المصري الاخ المصري. مو فاهم طبعا هايط بكيفي وسنافي ومدري. لا بس ترى هذا الشباب يمنتجون. ايوه انا عارف. يعني يمكن هذا مبدع عن هذا ولا. ايوه بس هو يقول انه تاجر مواشي وبيبيع لحم. يعني اكيد انه تصورها كذا. طيب نشوف المقطع الجاي. خلينا الاخير اخر مقطع. هذول الطرابتين يجردون، هذول اتركهم ضربه على الموقع. على الموقع لانه يبدو زي ما قلت لك هذا من الشوارع اللي فيها ترفيس. هذا نفس هذه الجوال الوهمي انهم يكلمون بعض. انا اعتقد ان هذه واحده تدل على حصه الثانيه. يقول لك اذا اختلف اللصان بار المسروق. في مضاربة زي كذا مرة تمادت فتضاربوا وشالوا الشعور، لقى واحد منهم رجل كان لابس، لأنه تعرف الناس تتعاطف مع النساء. فهو رجل ملابس يا امرأة، يعني ظاهرة التسول عند الإشارات. والله هذه لازم يوضع لها حد مهما كانت الأسباب، يجب أن يوضع لها حد، لأنها في حوادث وفي خطر وفيها كل ما يمكن أن تتصوره من الأخطاء، وهذه مضاربة واحدة منها يعني. نعم. طيب الدكتور الآن احنا وصلنا نهاية الحلقة. أغنية الأسبوع يعني مع الكبير عباد الجوهر. شوفوا ناس تكلموا وقت الأغنية. والله الأغنية هذا الأسبوع يرويها العرفج.
يعني أول شيء نحيي الأستاذ أبو سارة عباد الجوهر، وحيي أيضا أنه اليوم في القاهرة ومع ذلك أعطانا من وقته كثير. وأنا كم مرة زرت بيته، وخليني قبل أول شيء أقول لك أدخل في الأجواء، خليني أقول قصة لي مع عبادي ما حد يعرفها، يمكن أنت بحكم صداقتك والتصاقك بالعلماء زيي عرفت ذلك. مرة أنا والأستاذ محمود صباغ رحنا لعبادي في بيته زرناه، وكان يشرح لنا الأعواد وقال في عود مميز، قال هذا العود له 20 سنة عندي وأنه أحب الأعواد إلى قلبي وكذا وكذا، وحطه على جنب. بعدين قلنا ناخذ صورة. أنا من حماقتي وسرعتي تعرف فرط حركة مريت كذا وانكسرت العود برجلي. خبيب طبعا كتبتها في تويتر، الناس انبسطوا يحسبوني أني أنا انكرت على عبادي ونصحت وكسرت العود عليه وادري. فاعتذرت من عبادي، قال لي اليوم أحمد قال لي أبشرك أن العود صلحته، بس أبغاك تجي تزورني مرة ثانية عشان تكسر العود الثاني عشان أي والله. يعني شوف أبو سارة، أبو سارة الأستاذ عبادي الجوهر قارئ مطلع، رجل يسمونه سفير الحزن، تملك الأغنية السعودية بشكل غريب في موضع الحزن. عبادي صوت من أصوات الحجاز وأصوات نوارس البحر، لما تسمعوا مراسيل رحال العمر الأغاني القديمة. محمد عبده مرة سألته عن عبادي، قال عبادي أستاذ، بس كلمة واحدة قال عبادي أستاذ، يعني يجب أن ما نتكلم عنه إلا أنه أستاذ فقط. عبادي ذاكرة جيل من مثلي وأمثالك، يعني كلنا نشأنا مع عبادي. عبادي عنده جمهور معين، ترى جمهور عبادي زي جمهور النصر وزي جمهور الهلال، جمهور الاتحاد متعصب ما يقبل غيره، تلقى الواحد حاط عبادي كل أغاني. صور أنا من الناس اللي ما يعرف، حتى أول مرة أقول لك القصة وأقول العبادي 1403 كتبت عن عبادي مقال، وأنا توي مبتدئ في الكتابة وكنت طالب في المعهد العلمي يفترض أني شيخ. مديرة المعهد حاسبتني، قرأوا المقال قالوا الحين مرشح شيخ وتكتب عن عبادي الجوهر. كتبت أنه كل مكتبتي مليانة من أشرطة عبادي الجوهر، فخصموا علي 5 درجات من السلوك بسبب عبادي أبو سارة، ما يدري الله يهدي عن هالموضوع. عبادي يعني من زي ما قلت لك من هذه الأغاني كلها. سألته عن الحزن، قلت لي يا عبادي أنت صوتك حزين دائما، قال يا أحمد كل إنسان عنده مساحة من الحزن وأنا أحد هؤلاء اللي عندنا مساحة. عبادي تشعر بالصدق معه. أما قصة النص فهي قصة غريبة، أول مرة أرويها وقالها لي عبادي. يقول 1985 يقول كنت أنا عند خالد بن يزيد الله يرحمه، كان معي محمد شفيق، يقول فكنت مقدم له عمل ملحنه، يقول فسألني خالد بن يزيد قال يا عبادي يقولون عندكم في لون بالحجاز اسمه المجرور، أبغى أعرف تقاسيم وتفاعيله. يقول أعطيته إياه، يقول بعدين في لحن اسمه يا ليل يا ساري لحنت له، وفي لحن ثاني نص ثاني أنا نسيته، مش عبادي أنا نسيته والله النص الثاني. يقول فجالسين في الليلة ذيك فأخذت ديوان خالد بن يزيد، رحت الغرفة الحالي ولقيت يبان الشوق في عين المولع. يقول أخذته من بين النصوص ولحنته، وبعدين جيت هو محمد شفيق وقلت لهم فتهات وخدت عود محمد شفيق ولحنت النص انبسط. يقول يا أحمد في تلك الليلة أغرب ليلة استثنائية في حياتي، لحنت 4 ألحان في ليلة واحدة 4 ألحان. يقول فتماديت مع النص وانبسطت منه وهو نص جميل، يقول يبان الشوق في عين المعذب ويبقى الدمع تذكار الأحبة. أنا أتعب أنا بالحيل أتعب، ولا قالوا تحبه قلت أحبه. تحياتنا لأبو سارة الفنان القدير عباد الجوهر، ورحمة الله على شاعرنا أيضا الأمير خالد بن يزيد ومحمد شفيق الملحن أيضا الرائع. ألقاكم غدا في أمان الله. على العشاق ما في شيء صعب، نفرق الأحبة للأحبة. على العشاق ما في شيء صعب، نفرق الأحبة للأحبة. قلب الهم والهوجة سلعب وأتعذب ولكني أحبة. إيه